وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأكاديمية والكاتبة الصحفية بثينة خليفة قاسم. أستاذة بثينة، بعد التحية، نجد اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام حول قضية الصيادين ونقل معاناتهم جراء ما تعرضوا له من انتهاكات من قبل السلطات في قطر. كيف تصفين هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف بحارة البحرين؟ نعم، تابعت في واقع الأمر باهتمام ما قام به تلفزيون البحرين مشكورا خلال اليومين الماضيين من تسليط الضوء على هذا الملف الهام، ملف الصيادين، وإصرار السلطات القطرية على مواصلة نهجها الاستفزازي. في واقع الأمر هذا الملف مهم جدا لأنه يمس جانبين أساسيين، الأول منهما هو ملف حقوق الإنسان، والثاني هو ملف البروتوكولات والاتفاقيات الدولية الإقليمية. أن يتم إيقاف 650 قارب و2153 شخص خلال 10 سنوات في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020، حقيقة هذا أمر يبعث على الاستغراب. يعني أنا أعرف أن الإنسان ممكن يغلط مرة، لكن ما يغلط 100 مرة، وبالتالي أتوقع أن هنالك سياسة واضحة وممنهجة من قبل السلطات القطرية لا تستقيم ولا تستوي مع احترام مبدأ حقوق الإنسان ولا القانون الدولي برمته، بل أن الأدهى من ذلك كذلك هو أن يتم إيقاف المواطن سامي الحداد بعيد انتهاء قمة العلا، وهذا في حد ذاته يطرح تساؤلات عديدة. تلك القمة التي استبشرنا فيها خير حقيقة وتوقعنا أنها نهاية لخلاف قائم، فإذا بها بداية. السؤال يطرح نفسه، هل السلطات القطرية جادة في إنهاء خلافاتها مع دول الجوار؟ هل السلطات القطرية تنوي بالفعل تفعيل البيان الختامي لقمة العلا؟ متى تكف السلطات القطرية بأجهزتها الإعلامية عن استعداء الآخر؟ بل ما الذي تريده السلطات القطرية تحديدا في الوقت الذي تروج فيه أنها تريد المصالحة وتصور نفسها بأنها ضحية دول الرباعي، تقوم في الحقيقة بتصرفات لا يمكن وصفها سوى بالمراهقة السياسية والتحرش الصبياني؟ ما الذي يعود على السلطات القطرية من منفعة وهي تتحرش ببحاحيرنا الذين يبحثون عن رزقهم في مياهنا الإقليمية؟ أليس هذا استفزازا وسعيا لإفساد كل الجهود المبذولة نحو المصالحة؟ نعم. الشيء الوحيد إذا سمحت أستاذ الكريم، الشيء الوحيد في تقديري الذي يمكنه أن يمنع تفاقم الأمور مع السلطات القطرية هو حكمة القيادة البحرينية في التعامل مع هكذا حوادث، ولولا هذه الحكمة لسارت الأمور في مسارات مختلفة. أنا يعني من أبرز حقيقة من أبرز سمات السياسة الخارجية، وقد ذكرت ذلك في أكثر من موضع، هو عدم الميل إلى التصعيد مع أي طرف من الأطراف. نعم. وهذا ما يكسب البحرين سمعة دولية طيبة ويحافظ على علاقاتها مع الآخر. بكل تأكيد، الأكاديمية والكاتبة الصحفية بثينة خليفة قاسم، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.